سكت بنتك يا عيسى. ما حد يقدر يسكتني. استانستي يا ام ابوي؟ حطيتي عينك على بيت منتهية مدته، عشتي فيه دهر لا حمتي ولا شكرتي؟ شاب عاد يا جيلة الحياة، امشي يلا امشي امشي. ايش تستفيدين لما تاخذين البيت وتقسمينه؟ بتجرين اغراض؟ بتضيقين على ولد اخوك اللي لمت وضمت وقام فيك؟ شوفي عاد، اقسمه اجره كيف يا ويه البومه؟ والله ما في بومه غير. بس عاد يا جواهر كم؟ ولا كلمه؟ لا تخليني اعصب، ترى اذا عصبت لك على نفسي. عاد يلا عاد، احترمي نفسك وما في قله ادب. جواهر خيرها. بس عاد لا يكون مفكر تكتب لك شيء من شيخذته هي بدون حق. هذه تبي تشيخ عووش علينا، هذه قاعده تخطط لها مو لك يا حظي. بس عاد شب كيف ان شاء الله تسوي وقف، هذا مو شغلك يا جواهر. عايزك لا تطحن عاد اعصب عليك. يلا عاد يلا، بس هذه امك العودة احترميها، عقلة الادب قلة ادب. شب امك انت وامها هي، لكن انا ما اعترف فيها. حتى جابر يحسبن عليها، يقول هذه مو كف الواحد يعاتبها. يتهربون مني أصيطة يا منصور، أنت والنيرة مرتكم بتردون، وأنا بالي طويل وحقي باخذة منكم كامل ومكمل، وكل الخير اللي حرمتون منه باخذة، وأولها القصر اللي طردتوني منه. هيا لا يأكلني ولا يشربني ولا يصرف علي. ليش تحسبه لي في البيت مثل ماله؟ يا يمه صلي على النبي، عقلي تلفولك يا يرحم. الصلاة والسلام. واللي يرحم والديك يا يمه، ترى يابر ما تطلع منه العيبة. عيل لازم يعرف ان بنتك تكذب وكلبة بعد. كلبة على نفسه. واسعي صدرك انت الله يرحم والديك، لا تكبين السالفة التسليم فيه. تحجى يقولي شيء يا مشدرة. والله ابو جاسم معاه حق، الريال لاهب تراسته، خلوه يكمل ويي ويلمها ويفكم من غثاها. احسن كلمة سمعت اليوم ام سدرة يا بت المفيد. حتى لو دعا علي ما اتمنى له الشقة، لكن بنتك هم وشقة يا عيسى. شاقول ما بيسب على احد، لكن بنتك ماخذة طبايع امها كلها. يا يمه يا حلوة اللبن، ريحي جمالك، أنا ما قصبت، هو اللي اختار والبنت شاريته و... لا يا يبا، بنتك ما تشتري، بنتك تبيع وتبيع برخيص. أهلي الحين ما تزوجت وتحكي بالبيت. أنا أقول إن عايشة تم هني، ما لها قاعدة هناك. طردتش طردة الكلاب وفشلتك؟ منو اللي طردتني؟ منو بعد؟ شيخة اتصلت فيني وقالت انش ترجيتيها عشان تسكنين عندها. قلتي لها بليز الله يخليك مستعدة صر خدامة تحت ريولك. لكن هي مو محتاجتك، عندها خدم وايد. دقت عليك؟ باقي بعد حد في اللستة ما تشكيتي له مني؟ بتهاجرين؟ أكلمك أنا، ردي. ليندا ليندا. مفكرتها خدامتش بترد عليك؟ غلطانتي ليندا، تتلقى الأوامر مني أنا وبس، أنا وبس. على فكرة ليندا غيرت اسمها، سميتها روزا. تعال
ما عليه يا عاشا، الحق مو عليه، الحق علي أنا اللي ما ربيته. أنا لو طقها وهي صغيرة كان ما تجرأت عليك وعلي وعلى الكل. الحق على أمك بعد، أنا وأخوي ربتنا أمنا وخلتنا نحترم الكبير والصغير ونحترم الأب. الأم هي اللي تربي يا عاشا. ما علي يا بنتي، لا تضايقين، امسحيها فيني. لا تشغل بالك فيني يبا، واسمح لي إذا بضيق عليك أو بضيق خلقك معي. شو هالكلام يا عاشا؟ ما في أبو يفرط في بيته وبيت عياله من غير سبب. ما لي عذر يا عاشا، أنا كل ما أفكر في هالموضوع تجيني ضيجة. علشان كذي أنا ناديتك. أنت عرفت إيش قال؟ أنت إيش رأيك؟ البنت موافقة وبتتم في ديرتها وبتكمل دراستها وبيخليها تعيش معززة مكرمة ما تحتاج لأي شيء. يوم قال لي عن البيت كبر في عيوني، منو الحين يقدم مهر بيت؟ هالبنت هذه مبروكة، أنا أحبها أكثر واحدة. هي ما في زود عن خواتها، بس الله يحبها. أي بيت؟ أم خلفان قالت لي إنها بتطرش المهر والشبكة مع جاسم. أقول لك هالبنت مبروكة، غير المهر ملزوم يوفر لها السكن، والسكن موجود. تذكرين البيت اللي انت شفتيه؟ يقول خلفان ما عنده مانع يتم باسمك او ينقل يحوله باسم عاشا. الاوراق عطاني اياها، والمندوب يدل البيت بيخلي المفتاح نسخه عندنا ونسخه عنده لين يخلص الاثار. ترى البيت وين يسوى؟ تدرين كم يسوى البيت ذاك؟ يمكن يعني 200,000 دينار. وانت ايش عرفك بالبيوت؟ انت ما تعرفين عيسى عدل، يبقى كل شيء يرتفع. تبين اقول لك هاي البيت الحين كم يسوى؟ شبرين هاي مشوطر الارض، هو بعد حوش مني ما شاء الله. جيرانكم طيبين؟ البيت هذا اذا ما خاب ظني يعني شبر في 17 في 12، مد منك 3 امتار، حط منك جيرانك بايق منك مترين، هذا يعني من 120 ل 300 ألف بالراحة دينار يعني. زين، عقب ما نملك بتروح معاي المحكمة ونحوله باسم عايشة. حاضر، من عيوني يا حلوة اللبن. طاير من الفرحة طاير.